تظاهرات وكراه بالجملة متعلقين بمخالفات وقضايا عدلية. احنا اليوم في اكبر مستودع حجز بلدي في تونس. شنو هي حكاية العربات هذه وعلاش الكم المهول الموجود في المستودع؟ كيفاش تتعامل الجهات المسؤولة مع الموضوع وشنو المصير متاعها؟ مستودع الحجز والإيداع البلدي أو ما يطلق عليه الفورير هو المكان اللي يقبل جميع الأشياء الملقاة في الطريق العام ولا المحجوزة أو المودعة على ذمة العدالة. المحجوزات هنا تختلف وتتصنف إلى درجات نارية، درجات عادية، سيارات، شاحنات، مواد بناء متأتية من مراقبة الشرطة البلدية لحظائر البناء غير مرخص فيها، وغيرها من الأشياء والبضائع الملقاة في الطريق العام. ما تمش التفريط بالبيع في المحجوزات منذ سنوات عديدة. بدينا في منذ 2018 في إعداد أقساط للبيع. منذ صدور القرار البلدي المتعلق بتنظيم مستودع الحجز البلدي ولينا عندنا وثائق قانونية نعتمدوها في عملنا اليومي. الناس اللي تحجز لهم الموتورات نتاعهم ولا السيارات نتاعهم ما عندهمش وثيقة رفع حجز على بضايعهم، على سلاحهم، بضايعهم ولا درجاتهم ولا سياراتهم. علاش؟ خاطر هذه درجات مخالفة للقانون، فيهاش وثائق. هو يكفي أنه يستظهر بوثائقه القانونية للجهة الأمنية اللي حجزت له أنه يعطيه رفع حجز ويجي يخلص معلوم الحجز اللي هو معلوم رمزي جدا تنحكيه عليه ويجز دراجته. يعني أنا ماذا بينا رأي درجات كل خرجت. السيارة 5 دينارات في اليوم، الشاحنة 10 دينارات في اليوم، الدراجة النارية 3 دينارات في اليوم، البضائع المختلفة هيتراوح ما بين 300 مليم ودينار و500. اللي نخسروه في حفظها والعناية بها والحراسة أكثر من سوم الدرجة النارية بيدها. اللي يحل الفورير السبعة متاع الصباح للعموم دايره محلول للعموم كامل أيام الأسبوع، من اللي يحل السبعة متاع الصباح يقبل المحجوزات. يتم تسجيلها المحجوزات في دفتر خاص للغرض. أنت نوعية المحجوزات، الدرجات النارية وحدها، السيارات وحدها، السلاع وحدها. الجهة الأمنية اللي حجزت تاخو بطاقة إيداع بالمستودع. المواطن صاحب الدراجة النارية أو صاحب السيارة أو صاحب السلعة ياخو وصل في المحجوز اللي يضمن له حقه، اللي ما يثبت له اللي بضاعته أو سيارته أو درجته موجودة في المستودع. بعد استظهاره بوثائقه وخلاص إذا كان فما خطية باش يخلصها سيد سفيت البرة، هذا كل ما يهمش المستودع، يجيب لنا وثيقة رفع حجز من عند الجهة الأمنية اللي حجزت. وفي صورة ما إذا المواطن ما رجعش هز البضاعة متاعه أو وسيلة النقل نتاعو في الأماد اللي ضبطها القانون، المفروض البلدية تتعدى المرحلة الثانية، هي عرض السلع والوسائل النقل هذه للبيع. الأماد نتاع الحجز ضبطها القانون كذلك. بالنسبة للسيارات 30 يوم، بالنسبة للدرجات النارية 15 يوم فقط، للدرجات العادية 10 أيام فقط، المواد الصلبة غير قابلة للتلف 7 أيام، المواد القابلة للتلف غير الغذائية يوم واحد، والبضائع المختلفة الأخرى القابلة للتلف يوم واحد. محمد الخامس بيدو كان يشهد زادة فوضى كبيرة في ظرف 15 يوم تبدل تون هزكم تشوفوه، بدلنا له وجهه كريمه، ولا عندنا اون غاني دو ليسباس قريب 80% من ليسباس ربحناه، ولا نجمو نستوكيو فيه كراهب، ولا نجمو نحولوا الكراهب اللي موجودين هنا لمحمد الخامس باش نوليو نقبلوا السيارات في محمد الخامس والدرجات الناريه وبقيه البضائع في طاحسي. فوند لافوريير محمد الخامس اكتشفنا وجود الثقب هذا في الحيط اللي يبدو انه كانوا يستعملوه بعض المحارفين انهم يدخلوا للمستودع من تالي ويستولوا على بعض المعدات من السيارات اللي راسيه غادي. بعد مده زمنيه قصيره فريق توبرو كان موجود على عين المكان والمفاجاه كانت كبيره. هل تريد ان
ريناهوني بين العدد الكبير متاع المخالفين واللي ما يحترموش قانون الطرقات في تونس. هذا يرجع بالسلب على البلدية اللي مضطرة باش تسخر عقارات وميزانية كبيرة كل عام. عواقب مخالفات هذه والسلامة المرورية في تونس تشوفوا في روبرتاج خاص المرة الجاية مع شرطة المرور.